تقوم بواحد المبادره ديال المدافعون عن ميثاق الشباب الافريقي، بدمج الشباب الافريقي لقياده المناصره والمساءله على الصعيد القاري والاقليمي. مواد ميثاق الشباب الافريقي من بين مواده التركيز على الصحه الجيده، سواء الصحه البدنيه العقليه او الروحيه. اليوم اي شابي الدور اللي تتلعبوه انتم من اجل مواجهه فيروس كورونا في افريقيا اي شابي؟ اهلا وسهلا، شكرا على الاستضافه، وحبيت يعني كل المستمعين نتضامن مع اخوتنا واخواتنا في المغرب، وان شاء الله يعني ازمه تتعدى ان شاء الله. انا يعني وظفت شباب في الاتحاد الافريقي، ف يعني على مستوى القاره المبادرات اللي نقوم بها، يعني نحن في افريقيا توا وصلنا لاكثر من 10,000 حاله، بينهم 500 حالة وفاة وأكثر من 1,000 حالة تعافي. فمقارنة بالقارات الأخرى ما زلنا مناش نشوفه في يعني أزمة كبيرة، ممكن لأنه الستاتيستيك اللي عنا ما زال ما هوش يعني فيح، ما زلنا ما عناش الحالات اللي كنا نجمو نشوفوها. ما على الأقل يعني حتى من تجربة المغرب كنت نسمع في الضيف متاعك، يعني نحبو نحييو المغرب لأنه فما موديل غيسي في المغرب، فما تعاون من الناس والشباب في المغرب. بالنسبة للاتحاد الافريقي، بدينا في مبادرة اسمها كما قلت المدافعون عن ميثاق الشباب الافريقي. المادة 16 من الميثاق تقول انه الشباب الافريقي عنده الحق في التمتع بالصحة الجيدة، كما قلت على الصعيد البدني والعقلي والروحي، وحبينا ان نحط الشباب في عمق وفي صلب الازمة، وكيف الشباب ينجم يدافع على الازمة وينجم يلقى حلول زده باستخدام تكنولوجيا، باستخدام الانوفاسيون، ويساهم يعني في انه يكون جزء من الحل. يعني يجي دورنا في الاتحاد الافريقي في عمل توعوي للشباب، ادماجه بالمعلومات اللازمه، انشاء خطه عمل يعني على مستوى القارة، الشراكة في التجارب معناها بين الدول، وخاصة أنه الشباب يكون يعني فاعل ويكون في اتخاذ القرار وفي مساعدة السلطات على مستوى الدول، إن شاء الله كنا مع بعضنا نحاول نخرج من الأزمة هذه. إن شاء الله.